يا مساء الفل عليكم، انا عمر اسماعيل وانتم بتتفرجوا على حلقه جديده من برنامجكم من انا. النهارده هنعمل سلطه كده مجنونه شويه، هنعمل سلطه البروكلي بالتفاح، وبعد كده هنعمل مشروب التمر باللبن. طيب ايه المكونات اللي عندي النهارده؟ عندي شويه بروكلي معمول لهم بلانشنج، وبلانشنج ده قلت لكم قبل كده انه ينزل في ميه مغليه 30 ثانيه بالظبط ونطلعه يفضل محافظ على اللون بتاعه كده. عندي خيار فريش، عندي جزر مبشور، عندي تفاحه حمراء، عندي بصل احمر، عندي عين جمل وبيكان وزبيب، وبالنسبه للصوص عندي ساور كريم ومايونيز وليمون وشويه من السكر، وعندي نعناع ناشف، وطبعا عندي ملح وفلفل. طيب ما عندناش برضو اي حاجه قوي غير ان دي حاجات السلطه اللي بحبها قوي، دي بتبقى اسمها اسامبلي ريسبيز، ان احنا بنجمع بس محضرين كده كل حاجه وبتيجي نجمعهم مع بعض ونسيرف حاجه فريش على طول. انا اللي عندي الظهر بتاع البروكلي كده، بصوا بحاول بس افرطه من بعضه شويه زي ما هو كده اهو، بكسره بس انا عايزه على بعضه، يعني مش عايز اقطعه، مش عايز اصغره عن شكل اللي احنا بنقول عليه الفلوريتس. وبرضو ايه زي ما بنقول رفلي كده بالويم، يعني مش لازم قوي، لكن لو حسينا واحده كبيره زياده عن اللزوم حاجه كده مثلا زي ما بصوا دي عامله ازاي اهي اهي، بصوا كبيره ازاي، هاخدها بس من الجدر كده وابتدي افصلهم من بعض. نعمل البيس كده اهو، انا هحط البروكلي، هحط 3 ارباع الكميه اللي عندي، نكمل الحاجات كلها واشوف لو لسه محتاجين نزود اخر شويه نزودهم في الاخر. حلو قوي. طيب تاني حاجه عندي خيار، هاخده سلايسز عاديه خالص، حلو قوي، جمع الخيار بتاعي نزوده على البروكلي، وبعد كده عندي الجزر المبشور والبصل. هبتدي كده اول تقليبه اهو، التفاحه بتاعتي احنا مقورينها اهو زي ما حضرتك شايفين، عندنا اي حته حسينا مستويه شويه زياده مش هتبقى كرانشي زي ما احنا عايزين. في السلطه مهم قوي بقى ان التفاح يبقى محافظ على سنه الكرانش بتاعته دي، فلو حسينا ان في حته طريه بصوا بني كده سنه مستويه ممكن اهو بنشيلها وخلاص. حلو قوي. طيب هاخد اهو عشان عايز اوصل لمكعبات، هو ده الحجم اللي انا بدور عليه. بحاول احافظ الستارز بتوع الطبق او النجوم بتاعه الطبق عندي هو البروكلي والتفاح، فبحاول تبقى دي القطع الكبيره اللي موجوده كده ثابته حضور يعني زي ما بنقول. خلاص خلصنا كمان التفاحه بتاعتنا، دايما نلم كده اول باول نبقى شغالين على ايه، على نظافه. طيب بولة فاضية عشان نبتدي نعمل ايه الصوص بتاعنا. عندي المضرب بتاعي جاهز، هاخد المايونيز والساور كريم الليمون السكر والنعناع الناشف
واخيرا شويه من الملح والفلفل الاسود. خلاص، بس الاول ايه، خلي التوابل تخش كده هنا. اول كده ما اوصل للقوام ده بالمضرب بقى ونبتدي نخلط. طيب هنا انا عايز ازود شويه زيت زيتون صغيرين، اوريكم بزودهم ازاي عشان عايز ازودهم بشويش وانا بضرب. خلاص، دي كده بنعمل حاجه اسمها ايمالسيفاينج، يعني عشان يخش فيه القوام بتاعه من غير ما يبقى مديني طبقه بتفصل. فانا بضرب كده بس، ببتدي واحده واحده اهو بنزل الزيت. انزل كل شويه نقطتين واستنى لحد ما يروحوا خالص، يتوهوا في الميكس اللي انا بعمله ده، وبعد كده انزل بالباقي. حلو قوي. حلو قوي. انا شايف ان احنا شويه البروكلي اهو اللي سبناهم في الاول ممكن جدا نزودهم. طيب هاجي دلوقتي بالدريسنج اللي عملته اهو، وهننزله كله على السلطه بتاعتنا اهو بالشكل ده. اول تقليبه اهي، هجيب معظم يعني المكسرات اللي عندي. هجيب العين جمل، تعالوا انتوا متضايقين، ادي عين الجمل اللي عندي، سيب لي واحدتين ثلاثه. بيكان نفس القصه، ندل على بعض اهو، والزبيب كمان اهو، والباقي بتاعه هنا. هنرجع ندي التقليبه الأخيرة للسلطة بتاعتنا. عارف ان هي بالنسبة لنا مختلفة قوي، احنا لا بنحط بروكلي في السلطة، وطبعا ما بنحطش التفاح في السلطة، بس احنا عملنا قبل كده سلطات بالتفاح، عملنا سلطة بطاطس بالتفاح كانت ألماني، كانت حلوة جدا، يبقوا خشوا اتفرجوا على الوصفة بتاعتها. فعجبني موضوع التفاح ده في السلطات قوي، كان مع البصل الحاجات على قد ما بنحس ان هي زي ما بنقول كده اكستريمز، اللي هو اخر الفاكهه وبصل، اللي هي حاجات ما بنحسش قوي ان هي تيجي مع بعض، لكن بنلاقي الطعم بتاعها بجد بيجامل بعض بطريقه غريبه قوي في السلطات دي. خلاص، طيب اخر حاجه بقى، طبق التقديم بتاعنا ومعلقه كده، ونبتدي بقى ننزل بالسلطه بتاعتنا. مختلف خالص، الوانها حلوه قوي، تحسها حاجه كده فريش، الوانها فعلا زي ما بنقول كده بتنطق. اخر حاجه عندي خالص شويه بقى ايه، المكسرات، الزبيب والبيكان وعين الجمل اللي سبناهم دول على الوش كده بس عشان يدونا شكل ظريف. طيب كده احنا نبقى عملنا مع بعض سلطة البروكلي بالتفاح، وحطينا عليها مكسرات، عملنا لها دريسنج مختلف قوي، جربوها هتعجبكم جدا. ونطلع اخطف فاصل بسرعة ونرجع نعمل مع بعض المشروب على طول. تخش في حتة. رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل. زي ما شفتوا معانا قبل الفاصل، عملنا سلطة البروكلي بالتفاح المختلفة جدا، عليها مكسرات وساور كريم، جربوها هتلاقوها ظريفة قوي، وحتى فريش ولونها حاجة تفرح كده. طيب المشروب اللي هنعمله، هنعمل مشروب بسيط جدا وكلنا بنحبه وعارفينه كويس قوي. هنعمل تمر باللبن، عندي لبن، عندي شوية تمر، وعندي شوية من العسل، ودي كل الحاجات اللي احنا محتاجينها. هننزل على طول بالتمر
بتاعنا اهو. هنزل عليه العسل وهدي شويه من اللبن اهو زي ما احنا متعودين، وهسيبه يتضرب وبعد كده نكمل بقيه اللبن. التمر من الحاجات اللي بتاخد شويتين وقت كده في الخلاط، فهنكمل شوية اللبن اهي، وهندي فرصة بقى للخليط ده يقعد كده حاجة بتاع 20 ثانية مثلا بيتخلط لحد ما انا ما بحسش بمقاومة على السلاح بتاع الخلاط قوي. حلو قوي، بص القوام بتاعه تقيل ازاي. عندي هنا شويه من القرفه تاتش كده بس ايه على الوش، شاليموهاتنا الظريفه، مسحه كده للكاس لو عليه اي حاجه من بره، ونبقى بكده عملنا مع بعض التمر باللبن، وحطينا عليه في الاخر قرفه وحليناه بالعسل وعملناه مع سلطه البروكلي والتفاح الاحمر. طيب كده احنا بقى وصلنا لاخر حلقتنا النهارده، ارجو ان الوصفات كانت مختلفه جديده سريعه وبسيطه وعجبت حضراتكم. خشوا لي على انستجرام على فيسبوك سي بي سي سفره، او خشوا على صفحه البرنامج نقنقه على فيسبوك، قولوا لي ايه رايكم في الوصفات اللي بنعملها، ولسه عايزيننا نعمل ايه تاني مع بعض. اشوفكم الحلقه الجايه، ما تنسوش تحبوا بعض. سلام عليكم.